أنا أنطوني من أصل إيطالي. أتساءل إذا دخلت إيطاليا في حالة ركود اقتصادي هل سيؤثر هذا على الاتحاد الأوروبي؟ إن كان الأمر كذلك ما هي التأثيرات؟ إيطاليا هي ثالث أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، لذلك فإن أي تغيير في أدائها الاقتصادي سيؤثر على الاتحاد الأوروبي، خاصة بالنسبة للدول الأوروبية التي لها شراكة تجارية رئيسية مع إيطاليا، ألمانيا أولا وفرنسا ثانيا. من وجهة نظري من الخطأ الاعتقاد بأن الأزمة التي ضربت أوروبا وإيطاليا بالطبع مجرد أزمة ميزانية، إنها ليست أزمة تؤثر على ميزانية الدول فقط، هذا هو الواقع، ولكن لابد من القول أيضا بأن هذه الأزمة تؤثر على ميزان المدفوعات، وهذا يعني علينا أن نتصرف على مستوى منطقة اليورو، لأن هذا أهم بالنسبة لنا وللدول الأعضاء في منطقة اليورو ولأعضاء آخرين في الاتحاد الأوروبي. لذا يتعين علينا أن نضاعف جهودنا للحصول على التقارب الاقتصادي في منطقة اليورو. لسوء الحظ يتعين علينا مواصلة التقدم للحصول على هذا التقارب، ليس فقط في سياسة الميزانية بل في السياسة الاقتصادية في منطقة اليورو أيضا. إن رغبتم بطرح سؤالكم موعدنا على موقعنا الإلكتروني.